جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: هل بيع المحصول قبل الموسم وقبل الحصاد فيه شيء من الربا أو لا؟ إذا بدا صلاح الثمر يعني احمر أو اصفر جاز بيعه بالنقود أو بغير جنسه، وإذا بدا صلاح الثمر، وكذلك إذا اشتد الحب في الحبوب كالبر والشعير والدخن والذرة لا يجوز بيعها حتى يشتد حبها، أي إذا اشتد حبها جاز بيعها وهي قائمة على مزارعها، يجوز بيعها بالدراهم أو بغير جنسها، لكن بشرط بدو الصلاح فيها، الثمر باحمراره أو باصفراره، والحبوب باشتدادها. أما قبل ذلك فلا يجوز بيع الزروع ولا بيع الثمار قبل بدو صلاحها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، فسئل عن ذلك فقال أن تحمر أو تصفر، ونهى عن بيع الحب حتى يشتد. نعم.